مرحبا بكم في فقرتكم فقرة المنيو. طبعا اليوم حلقتنا راح تكون مختلفة. قبل كل شيء تمام ودي انكم تحطون رقم الاتصالات لان باتصالات الفقرة هذه راح كلها تكون اتصالات وراح تكون كلها راحة مع متسابقك. راح توصل رسالة من خلف هذه الشاشة بما انهم خذوا اجازة 24 ساعة وانبسطوا فيها مع اني والله اني اشتكت لهم صدق. كان عندي حلقة امس ولكن يلا حاولت اني اتصبر بالشوق الى ما جاء اليوم. وراح نرحب متسابقينا. وينهم؟ طبعا يا جماعة الخير ودي انكم تشاركوني عبر هاشتاج تويتر جنتل 29 تمام. اعطوني ما بخاطركم، كل شيء بخاطرك صبه بالتاج عشان أقرأ المتسابقك العزيز. طبعا اليوم معنا شبيهي أيمن، معنا جبر، ومعنا علي، ومعنا طاهر من عمان. أعطوني متسابقين يا شباب. طبخ اليوم والله عالمية. أوه رز وزبادي وخردل. خردل وشو هذا؟ والله إني بطبخ لحالي خردل جديد. كيف أفتحه؟ يا ولد في أحد هنا ولا أطبخ لحالي يا جماعة الخير؟ حتى الشيف سائر وما ادري وينه. يا ويل قلبي انا، يا ويل قلبي. جماعة الخير شكري ابطبخ هنا وبطبخ هنا. والله شكري انا اللي بطبخ، شكري انا اللي بطبخ. والله شكلها ماشي يا جماعة الخير. ابحرق بعيوناتي انا لحالي هنا. يا ساير يا عيال شباب، طيب يا جماعة خير شاركونا عبر هاشتاق تويتر تمام. خلنا نقرأ وش عندكم. خلنا نشوف. أبي اليوم أبي حماسكم. أنا صراحة تعليق بسيط قبل يجون متسابقين، فرق الدعم عاد أنكم شغالين بجهد واجتهاد الله يبيض وجهكم، ولكن نطلب منكم المزيد. المتسابقك المفضل لان خلال الفتره الماضيه تمام شوف في الريتم عندكم يعني شوي نازل، ودي تشعلون بالوضع. شعلوا يعني المتسابقين طلعوا امس وشافوا يعني تبارك الرحمن محبتهم امام الناس، شافوا يعني تفاعل الناس معهم. وفي موضوع بعلق عليه بعد ما يجون المتسابقين مهم طلبتوه مني انتم. بسم الله على بركه الله، ندخل هاشتاج جنتل 29. بسم الله. يا ساير حبيبي، ساير يا ساير. سمعت اخي ترى الوقت يروح عليه المتسابقين، رجاء خاص بالله يا كنترول اذا تبلغ الشباب. طيب بدري، مره بدري، مره بدري. وش اللي راح تصحيهم بدري؟ عليكم السلام حبيبي. حط لي خمس دقائق عشان ما حد له عذر الحين بسرعه. حط لي خمس دقائق. يلا شغلت مايكك؟ كيف حالك؟ ادري يا طولنا خمس دقائق. المجموعة هذه وصلت، بقى المجموعة الثانية ما لهم عذر. انا واقف عندهم. يلا اصحوا حطوا خمس دقائق. شلونك؟ طيب شك. طيب شمورك؟ طيب يا هلا ويا مرحبا. خلهم اللي ما يجي يعني جبر باقي علي. هم اللي ما جو مع الله مع السلامة. السلام عليكم. ارحب ارحب. هلا هلا يا ولد. ريحتك عطر. الله يطول عمرك. شو الريحه الزينه؟ الله يعزك. تبي العطر؟ ابشر بي. كفو والله مع ساعه رولكس.